صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وصبحكم الله بالخير، صباح النور والإشراق، صباح الازدهار لإماراتنا الحبيبة، صباح مليء بالخير والصحة والسعادة عليكم أعزائي المستمعين وعلى كل من انضم إلينا عبر إذاعة نور دبي. مستمعينا أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بتعاون مثمر ما بين الهيئة ومؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتنا العريقة إذاعة نور دبي. هذا البرنامج يأتيكم ليكون نافذة من نوافذ هيئة الصحة بدبي على مؤسسات المجتمع وأفراده، وساحة للتفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها وغير ذلك من الموضوعات الطبية والحيوية التي تشغل بال الجميع. أطيب التحيات مني، محدثكم محمود يوسف، ومن طاقم الإعداد في هيئة الصحة وفريق العمل الإذاعي، ومن الإخراج الأستاذ عيسى سبيل. فلكم كل الأمنيات أعزائي المستمعين حلقة مميزة إن شاء الله. حلقة اليوم أعزائي المستمعين مختلفة عن حلقاتنا السابقة. جوهر الاختلاف هو التحدث عن يعني جانب من الجوانب المضيئة التي تتسم بها هيئة الصحة بدبي إلى جانب مجمل خدماتها الراقية التي توفرها لجمهور المتعاملين. حديثنا اليوم عن حزمة الخدمات الإنسانية والمساعدات التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لدعم المرضى المعسرين من ذوي الأمراض المزمنة والخطيرة وعالية التكلفة في علاجها، والتي يعني يقوم عليها مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع التابع للهيئة، والذي يعني يسعدنا اليوم أن نستضيف مدير هذا المكتب الأستاذ سالم محمد بلاحج. حياك الله معانا أستاذ سالم. مرحبا أخوي محمود. يعني قبل الدخول في الحوار والإجابة على استفسارات المستمعين وما تجمع لدينا من تساؤلات وصلتنا من جمهور المتعاملين مع الهيئة، نود أن نتعرف سويا معك أخوي سالم على طبيعة عمل مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع واختصاصاته، الرسالة النبيلة التي يحملها. طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع يعني تأسس أو كانت رؤيته تماشيا مع رؤية هيئة الصحة اللي هو مجتمع صحي آمن وسعيد. نعم. فنحن تفسيرا للرؤية هذه ارتئينا أن يكون يعني الهيئة أو البرنامج يعني يغطي البرامج هذه أو الأشياء هذه يعني. فكان إحنا دورنا دور إبراز الهيئة كجهة مسؤولة في المجتمع والمشاركة الفعالة في النشاطات المجتمعية والخيرية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. نعم. فكان هذه الرؤية يعني تماشيا مع رؤية الهيئة. جميل. أنا بس أذكر المستمعين بأنه ممكن يتواصلون معنا من خلال الأرقام التالية على عبر الهاتف 600551414 وعبر الرسائل النصية على الرقم 4006. أستاذ سالم، يعني إبراز دور الهيئة كجهة مسؤولة في المجتمع والمشاركة الفعالة في النشاطات المجتمعية والخيرية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، هذه الرسالة التي يسعى إليها مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع. طيب هني أنا أبغي أنتقل إلى مسألة مدى استجابة المؤسسات، مؤسسات المجتمع المعنية لمبادرات الهيئة. نقصد هنا ما هي الشراكات الاستراتيجية التي قام عليها هذا المكتب؟ هو طبعا كان من أهداف المكتب المساهمة في تحقيق التكامل الاجتماعي بين الأفراد والمجتمع يعني، والمساهمة في رفع المعاناة عن المرضى بشكل عام، وتنفيذ البرامج التخصصية والإشراف عليها يعني، ومن ضمنها طبعا تنفيذ البرامج التي تدعم المشاريع العلاجية والإشراف عليها،
وطبعا هاي ما تقوم بمجهود يعني شخصي أو مؤسسة واحدة، فصارت أن الشراكات المجتمعية هذه هي الدور أو يعني الساند لنا في دعم الحالات هذه أو البرامج هذه. فطبعا احنا بدينا في برنامج، هيئة الصحة بدأت في برنامج سميناه مساعدة في بداية البرامج الداعمة هذه، ومع المشاركات المجتمعية أطلقنا برنامج علاج مع الجمعيات الخيرية، وبرنامج مساندة مع شركات الأدوية التي لديها برامج مسؤولية مجتمعية. وطبعا النتائج كانت إيجابية يعني من خلال الشراكات هذه بكثير. يعني أنا باخذ تفاصيل هذه النتائج بعد منك أستاذ سالم، لكن خلنا نشوف العملية، عملية الشراكة مع المؤسسات المتعاونة اللي ذكرتها، يا ترى يعني هل هنالك اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تقومون من خلالها بوضع بعض المعايير الخاصة بهذه الشراكات؟ طبعا الشراكات هي نوعين، شراكات مع مؤسسات حكومية وشراكات مع جمعيات خيرية، وطبعا شراكات مع مؤسسات خاصة ومؤسسات شركات أدوية التي لديها برامج دعم مؤسسي يعني. نعم. فمع المؤسسات الحكومية طبعا حنعرض عليهم البرامج اللي موجودة عندنا أو اللي ننفذها في دعم المرضى، وبعض البرامج مثلا المؤسسات تشاركنا يعني بتغطية تكاليف علاج معين من خلال إبرام اتفاقية أن تدعم أمراض معينة أو حالات مرضية معينة، أو أن يكون فيه اتفاقية استمرارية مثل مع الشؤون الإسلامية يعني يكون يخصصون مبالغ معينة لدعم المرضى دوريا يعني كل سنة مثل. تقريبا كم عدد الجهات المشاركة معاكم في دعم المرضى؟ تقريبا المؤسسات الخيرية والمؤسسات الحكومية، يعني وصلنا تقريبا 7 مؤسسات تقريبا حتى الآن يعني. ممتاز. وبالنسبة للقطاع الخاص هل هنالك بعض المشاركات كذلك؟ القطاع الخاص في قطاع مثلا البنوك وبعض رجال الأعمال، يعني مؤسسات تحت اسم رجال الأعمال، بس طبعا شراكاتهم تكون يعني تحت يعني مفاعل خير أو هذا، بس تكون استمرارية سنويا يعني. طيب أنا ألاحظ يعني من خلال تواجد المكتب يعني قريب من مكتبي في هيئة الصحة، ألاحظ في زيارات يومية من قبل المراجعين للحصول على خدمات هذا المكتب. هني أبغى أتطرق لموضوع يعني بالنسبة للمستفيدين من هذه الخدمات، يا ترى شو هي المعايير اللي تطبقونها أنتم للاستفادة من خدماتكم؟ هو طبعا نحن عندنا مع الحالات المعسرة، فنحن رحلة المريض نحن نقولها أن الطبيب بعد ما يعين الحالة ويشوفها ويحتاج لها علاج يعني شوية مكلف، ممكن يتواصل مع الخدمة الاجتماعية. الخدمة الاجتماعية عندنا في كل المستشفيات تبدأ بدراسة الحالة وتقييمها يعني ماديا واجتماعيا، وعلى ضوها نحن ممكن الاستمارة تحولنا، وعلى ضوها نحن نقرر خلال يعني ممكن إجراء سريع إذا الأوراق كلها كاملة خلال نفس اليوم أو خلال يومين نقرر بالنسبة لل يعني حجم العلاج يعني. طيب نحن منستمر معك أستاذ سالم باللاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع للحديث عن الخدمات اللي تقدم من خلال هذا المكتب، الخدمات الجليلة حقيقة، وأيضا منستقبل بعد كذلك مداخلات الجمهور حول إذا كانت عندهم أي أسئلة عن هذا الموضوع، أو حتى إذا كانت أسئلة عامة عن المشاركات في هيئة الصحة إذا كان واحد عنده أي ملاحظة، أو حتى أي اقتراح ممكن يتواصل فيه معنا عن طريق الرسائل النصية، أو حتى عن طريق الأرقام الهاتف اللي بتسمعونه خلال الفاصل. عموما فاصل قصير ونرجع لكم إن شاء الله. صحة وسعادة، أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام في برنامجكم صحة وسعادة، والذي يأتيكم بالتعاون المثمر ما بين هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة جدا إذاعة
قبل الفاصل قد توقفنا مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ سالم باللاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع، وكنا نتحدث حقيقة عن البرامج التي يقوم بطرحها هذا المكتب الذي يعمل على تخطيط وتنظيم الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية والإنسانية الخاصة بجميع أفراد المجتمع، والإعداد لمبادرات وشراكات مجتمعية تساهم حقيقة في إسعاد المرضى بشكل أو بآخر. سالم، يعني كنا تحدثنا عن الشراكات التي يقوم بها هذا المكتب، وأيضا يعني عدد الجهات المشاركة، وقسمت إلى عدة أقسام، لكن اللي أبغى أتكلم عنه يعني يا ترى ما هي عدد الجهات المشاركة في دعم المرضى؟ وإذا تكلمت يعني عن البرامج، يعني فنحن مع مثلا بعض الجمعيات الخيرية أطلقنا صندوق علاج. صندوق علاج يدعم المرضى المعسرين. طبعا احنا تخصصنا كان في البدايات كان مرضى داخل الهيئة، فصندوق علاج مع الاتفاق مع جمعية بيت الخير خصصناه لدعم المرضى خارج الهيئة اللي هم المستشفيات الخاصة والحكومية اللي هي من خارج هيئة الصحة يعني. نعم. وباقي البرامج طبعا اللي هي داخلية من الهيئة يعني. طيب أنا أبغي أتكلم على موضوع بيت الخير. أعتقد عندنا مداخلة الآن عبر الهاتف من الأستاذ عبد الله الأستاذ، مساعد المدير التنفيذي لجمعية بيت الخير. مرحبا أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا، حياكم الله. أسعد الله صباحكم كل خير. صباحك أستاذ الكريم. في البداية يعني نشكركم الحقيقة على البرنامج الجميل هذه، صحة وسعادة، والشكر موصول لسعادة سالم باللاحج حقيقة على يعني التفاهم والتواصل فيما بيننا وما بين دار الصحة في دبي، وخصوصا مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمعية. الحقيقة يعني من تقريبا من 2012 نحن الشراكة فيما بيننا وما بين دار الصحة في دبي من خلال برنامج علاج أو صندوق علاج. نعم. وهذا ما أدري يعني تحبني أني يعني أسترسل في هذا الموضوع ولا؟ والله يعني ناخذ فكرة عن هذا عن هذه الشراكة، يعني بشكل عام شو هو برنامج علاج وشو هي طبيعة الشراكة ما بينكم وما بين هيئة الصحة؟ أبغى أعرف المنظور اللي تنظر إليه، اللي ينظرون إليه جمعية بيت الخير لهذه الشراكة. احنا في النهاية في البداية وفي النهاية ان احنا الهدف الاساسي هو خدمة افراد المجتمع، سواء كانوا من الاخوة المواطنين او الاخوة الوافدين يعني الموجودين العايشين على هذه الارض يعني. وبالتالي الجانب الصحي مهم جدا يعني في هذا الجانب يعني. نعم. لكل الافراد يعني، وخصوصا الاخوة اللي عايشين على هذه الارض يعني. وبالتالي احنا اعطيناها اهميه في هذا الجانب، سواء كانت هذا الجانب الصحي من ناحيه علاجهم او احتياجاتهم الى 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 جانب العمليات اللي يمرون فيها او الادويه او الاجهزه او توفير جانب الاجهزه. فهذه الحالات كلها يعني تكون محتاجه الى 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 مساعده. وبالتالي ارتئينا مع شركائنا يعني في دار الصحة بأن نعمل هذا الصندوق لدعم هذا الجانب. والحمد لله يعني إذا لقينا نظرة من سنة 2012 إلى 2015 الآن، يعني الإنجازات اللي أو الخدمات اللي تم توفيرها من قبل الجهتين، قبلنا وقبل الدائرة، ف يعني أرقام يمكن أنت تتفاجأ فيها. يعني مثلا لو قلنا مثلا 2012 وصلنا إلى 989 ألف درهم، أو بالضبط يعني 989.400 يعني تقريبا قريب المليون. أي قريب المليون يعني. وهذه صرفت على الأجهزة الطبية والأدوية ورسوم العلاج، وبدأنا من 2012 وإحنا نرتفع في الأرقام
يعني مثلا 2013 وصل المجموع 2,500,000 يعني الضعف تقريبا 2014 وصلنا 2,000,000 كنا 2,000,000 وصلنا إلى 2,200,000 على حسب الاحتياج اللي كان موجود. لكن 15 مع أن احنا بعدنا ما انتهينا من 2015 فوصلنا إلى 3,919,000. فالمجموع الكلي خلال هالأربع سنوات من خلال هذا الصندوق وصل تقريبا يعني 9,600,000. وهذا كله تم صرفه تقريبا على سواء كان من خلال أجهزة طبية نوفرها للأشخاص الأشخاص أو أدوية أو رسوم علاج طبية يعني. طيب أستاذ عبد الله، على عجالة آخر سؤال، يعني الشروط اللي أنتم تعتمدونها لهذه المساعدات؟ طبعا هناك في آلية عمل موجودة عندنا احنا في الجمعية لازم يمر فيها المتقدم في الى الى الى, إلى مساعدة، ونتأكد بأن فعلا أنه هو فعلا محتاج إلى هذه المساعدة وظروفه المادية لا تسمح بأن يدفع هذه المبالغ. يعني حسب أوراق متطلبات موجودة في يعني يعرفونها المراجعين لهذا الجانب سواء أو من ناحية نحن أو من دائرة الصحة يعني. ممتاز الأستاذ. نفس الشيء في هذا الجانب. نعم خلال هذه الفترة بس رقم بعطيك أن الحالات خلال هذه الفترة تقريبا 1,533 يعني استفادوا خلال هذه الفترة. نحن مقدرين هذه الجهود اللي تقومون فيها، نتمنى لكم التوفيق دائما. الأستاذ عبد الله الأستاذ مساعد المدير التنفيذي لجمعية بيت الخير، نحن شاكرين لك هذه المداخلة، شكرا الله جزيلا. الله يسلمك. الله يسلمك. طيب أستاذ سالم، أنا بعود للحديث معك، أعتقد عندنا مداخلة من سعادة ناصر البدور. صباحك الله بالخير. خير والنور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور السرور، يا هلا، تفضل. صراحة أول شيء أهنيكم على هذا البرنامج الطيب يا أخي محمود، جزاك الله خير. وأنا دائما أتوقع منك البرامج الطيبة. الله يوفقك. وبديت بداية جدا طيبة في خصوص هذا المكتب من خلال هيئة الصحة في دبي، وأشكر القائمين صراحة على هذا المكتب لأن كنا دائما نتعاون معهم ودائما نكلم الأستاذ سالم ويقول أبشر دائما إن شاء الله، أبدا ما في كلمة لا ولا كلمة غير موجود أو لا ما يصير. فصراحة أنا أشيد بهذا المكتب والمساعدات المجتمعية، وأشيد أيضا بالمؤسسات الخيرية والمجتمعية. نحن الحمد لله أخ محمود في دولة الخير، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة اللي ضمة كل حد، إخوان وأهل الله يجزيهم خير. هذا المكتب طبعا لولا التسويق، مثل ما نقول لولا الشرح الطيب دائما في الخدمات المجتمعية، لابد أنك تشرح وين بتروح هذه الأموال، وين بتروح هذه الخدمات، وين بتروح هذه المساعدات. صحيح. فما شاء الله عليهم، هم كيف طريقتهم في استقطاب هذه المؤسسات والتوقيع معاهم اتفاقيات و المكاتب المساعدات، والأخوة الخيرين جزاهم الله خير من مواطنين ومقيمين اللي ساهموا مع في هذا المكتب. أنا والله صراحة بس حبيت أشيد وأشكرهم جزاهم الله خير، وخصوصا المساعدات العلاجية، هذه من أهم المساعدات. اليوم أنت ممكن تنتظر مساعدة أخرى في شراء شيء أو حاجيات للمنزل أو حاجيات لكن العلاج يستدعي السرعة في أنك هذا المريض أنك تساعده وتعالجه. فأنا صراحة حبيت أشكركم على هذا البرنامج والحلقة الرائعة صراحة اليوم، وأشكر الأستاذ سالم وأشكر مؤسساتنا الخيرية اللي تدعم هذا المكتب، وأيضا رجال الخير واللي دائما ما يذكرون أسماءهم أغلبهم ويقولون فاعل خير. فالشكر لكم ولهيئة الصحة بدبي. نحن شاكرين لك هذه المداخلة سعادة ناصر البدور. ما أدري صلح لي البوزيشن إذا أنا غلطان، مدير الصحة المساعد مدير منطقة دبي الطبية، مدير منطقة دبي الطبية بوزارة الصحة. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، ونتمنى لكم أيضا التوفيق في مختلف الأمور والأنشطة التي تقوم بها الوزارة، لأن حقيقة يعني سواء كانت وزارة الصحة أو هيئة الصحة بأبو ظبي أو هيئة الصحة بدبي، فهي كل المؤسسات هذه تعمل ضمن مظلة واحدة، الكل يحاول يشارك لهدف واحد. نعم. اللي يسعى له يعني دائما سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي بإسعاد المتعاملين. شكرا جزيلا لك أستاذ ناصر. العفو، الله يوفقكم إن شاء الله.
شاكرين لك هذه المداخلة. أستاذ سالم، يعني ما نرجع ما نتحدث على موضوع اللي أو ما نستكمل الحديث اللي 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 يعني طرحوه الجماعة وبالتحديد الأستاذ عبد الله الأستاذ، يعني حول المساعدات السنوية المقدمة ومدى تطورها. يعني هو ذكر بعض الأرقام من 2012 إلى 2015. المكتب تأسس في 2007 صح؟ 2007. طيب من خلال 2007 لحد اليوم يعني قربنا تقريبا 9 سنوات، يا ترى شو هي الإنجازات اللي تحققت ومدى تطور العمل في المكتب؟ طبعا إذا بدينا إحنا من 2007 إحنا بدينا ويا تبرعات بعض التجار، يعني عرضنا عليهم الفكرة، جاوبوا ويانا وبدينا بمبالغ بسيطة دعم المرضى، الأدوية، العلاج، يعني بشكل عام. وبعديها كانت الفكرة، ما دام إحنا في مؤسسة فلازم يكون الفكر مؤسسي في إنشاء مثل هالمكاتب والبرامج هذه، فبدينا نطور الفكرة مع الشركاء يعني، وحطينا لها معايير ويعني لتأسيس المكتب، وعلى ضوء بدينا نعمل الشراكات هذه. فطبعا إنجازاتنا من 2007 لين 2015 والحمد لله برامج نفذت بشكل عام. نحن نبدأ من المريض، من البطاقة الصحية لين أكبر عملية نحن نكون جزء فيها بالنسبة للحالات المعسرة يعني. نعم. وطبعا الحالات تتطور يعني، نحن عندنا من 2000 يعني الإحصائيات كلها طبعا في ارتفاع، يعني الإحصائيات الدفع الدعم يعني. ممتاز. أنا بأخذ تفاصيل المساعدات هذه وكيف يمكن لأي صاحب حالة مستعسرة أن يتواصل من خلال هذا المكتب بعد ما أوقف مع فاصل قصير. مستمعينا فاصل، ومن ثم سنواصل حديث حول هذا الموضوع الذي يعني يشكل للأمانة يعني بارقة ضوء أمل لكل شخص مستعسر ويسعى للحصول على العلاج. فاصل ومن واصل. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم صحة وسعادة، والذي يأتيكم بالتعاون ما بين هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. مستمعينا قبل الفاصل يعني تحدثنا عن مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع، وكانت هنالك العديد من المداخلات حول البرامج التي يقوم بها هذا المكتب. أيضا ضيفنا في الاستوديو الأستاذ سالم باللاحج، مدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع، مستمر معانا. لكن إذا تسمح لي أستاذ سالم، أنا عندي مداخلة أخرى كذلك من قبل الأستاذ أنس نوفل، مدير برنامج ساند. مرحبا أستاذ أنس. السلام عليكم. يا هلا، تفضل. صبحكم الله بالخير. بالنور والسرور. مشكورين على البرنامج صراحة. والسلام عليكم أخ سالم. السلام ورحمة الله وبركاته. سالم من الأخوة صراحة، من الجنود المجهولين نحن نعتبره في هذه البرامج. طبعا هذه البرامج كانت فكرتها بالأول كيف تحل المشكلة المادية للمرضى. وبإذن الله إن شاء الله حتتطور أن تحل أكثر من المشكلة المادية. نحن عارفين أن مشاكل المرضى أو حاجات المرضى ما توقف عند المشكلة المادية، محتاجين دعم نفسي، دعم مادي، دعم حتى ديني في بعض الحالات. نعم. طبعا هذه الشراكات اللي صارت بيننا وبين الهيئة كان الهدف منها أو تنصب كل الجهود، إن كانت هيئة الصحة ممثلين بأطبائها والسوشيال وركر والخدمات الاجتماعية اللي فيها، إنها تصب في مصلحة المريض وكيف هذا المريض يأخذ علاجه باستمرارية واستدامة من خلال برامج إحنا نسميه، أقدر أقول عنها صراحة إنها صحة وسعادة كاسم برنامجكم، أن هدفها تسعد هذا الشخص بأنك تأمن له علاجه الفترة المقررة له وبنفس الوقت تحافظ على صحته. ففي جنود مجهولين كثير، منهم طبعا أطباء هيئة الصحة وممرضينها، منهم الجهات الخيرية المساهمة، لأن البرامج هذه ما تنجح وتكمل نجاحها بدون طبعا تكاتف الجهود اللي موجودة
نعم أستاذ أنس، جزاك الله خير. يعني أنتم من داعمين ويانا بعد في البرنامج، يعني ما شاء الله، يعني من بداية الشراكة وحدو مغطين له تغطية طيبة، يعني الحمد لله. يعني الحمد لله. طيب نحن شاكرين لك هذه المداخلة أستاذ أنس نوفل مدير برنامج ساند، ونتمنى لكم إن شاء الله المزيد من النجاح والتوفيق، سواء من خلال تعاونكم مع هيئة الصحة في من خلال مكتب المساعدات الإنسانية، أو حتى كذلك برامجكم الأخرى. يعني ساند لها العديد من البرامج اللي تخدم المجتمع. شكرا جزيلا لك. مشكور، جزاك الله خير. شكرا أستاذ سالم. يعني نرجع للحديث عن مكتب الخدمات الإنسانية، يا ترى يعني شو هي الأمراض، يعني الله يبعد الأمراض عنا وعن جميع المستمعين إن شاء الله، لكن الأمراض اللي تعطوها الأولوية للدعم من خلال مكتبكم، يعني في حد، ويعني هل هنالك حد أقصى لتقديم هذا الدعم؟ هو نحن يميز مكتبنا أنه يعني الحد الأقصى يعني يمكن يكون معدوم بالنسبة لنا إحنا، وخاصة بعض الأمراض اللي هي المزمنة. فالأمراض المزمنة مرات تكلف أكثر من 100,000 حتى. فالتدخل يعني من خلال حلها بطريقة الشراكة، يعني اللي نحن نسميها شراكة في التكلفة. ففيها بعض المرض الأمراض تكون فيها استمرارية حتى بالسنة بالسنتين، مدام المريض مستقر علاجيا يعني واستمرارية الدواء. عندنا احنا بشكل عام نعالج كل شيء، يعني أو أننا نتدخل في أكثر الأمراض بالنسبة للحالات المعسرة، يعني من نقول التشخيص للعمليات للأجهزة الطبية والتحاليل بشكل عام. ممكن بعض الشركات أو المؤسسات تغطي جزء معين، احنا نغطي بشكل عام أكثر من يعني نقطة، وإلى جانب التدخلات السريعة مثل عمليات القلب القسطرة اللي هي العمليات الطارئة، يعني هذه كنا نعمل الحل السريع. يعني طيب هني أنا أبغي أسأل عن آلية العمل عندكم أستاذ سالم، يعني كيف يمكن للمريض أن يحصل على الدعم وعلى هذه المساعدات؟ هو إحنا عندنا بالتعاون ويا الخدمة الاجتماعية في جميع المستشفيات، المكاتب الخدمة الاجتماعية جزاهم الله خير متعاونين ويانا في أن استمارة دراسة الحالة. يعني في مكاتب في المستشفيات اللي التابعة للهيئة، الخدمة الاجتماعية تقوم بتزويدكم بالحالات المعسرة، المريض يوصل لهم أو يتحول لهم، وفي استمارة اللي هي استمارة طلب مساعدة من خلال الموجودة في المكتب، وفي استمارة دراسة الحالة. وطبعا المستندات المطلوبة احنا نحاول يعني في حالة المريض نطلب يعني أقل المستندات الرسمية على أساس أنك أنت تتدخل بسرعة. يعني مثلا شو هي المستندات؟ يعني دائما يطلب الهوية على أساس أن مسألة الإقامة في البلد تكون شرعية، وتطلب يعني الإقامة وتطلب منه يعني شهادة الراتب والأشياء هذه على أساس أنك يكون أنت بعد ما هضمت حق ثاني يعني يكون هذا مستحق للمساعدة. يعني ممتاز، يعني يتم التأكد من الحالة إذا كانت هي مستحقة لهذه المساعدة أم أن يعني ممكن أن تقيمون حتى حجم المساعدة كذلك، هل محتاج الحجم هذا كامل أو أن ممكن تغطوا نصف التكلفة ولا هي؟ وفي إحنا عندنا الشراكات اللي هي أولى اللي هي الشراكة في التكلفة. أوكي. في بعض المريض يقول لك أنا أقدر أدفع مثلا مبلغ معين مثلا لعملية القلب، عشان يدخل لازم يدفع مقدم مثلا 5,000 أو 10,000، فنحن نتدخل هنا في عملية تغطية الجزء اللي هو كم يقدر عليه، نحن ندخل في الباقي يعني في أي العمليات يعني مثلا. طيب في حال إذا حد من المستمعين يبغي يتواصل معاكم مباشرة، في أرقام معينة أو إيميلات معينة ممكن من خلالها يتواصل معاكم؟ وممكن من خلال مكتبنا أو مكتب الأرقام اللي موجودة في المكتب اللي هي 04-219-7474 أو 04-219-7406.
هذا مكتبي ومكتب الأخ أحمد، ممكن تواصل بها مباشرة يعني. إذن الرقم هو مرة ثانية 04219-7447 أو 04219-7406. من خلال التواصل معاكم ممكن يعني تطلبون كل المستندات اللي تؤهل الشخص للحصول على الخدمات الإنسانية التي يقدمها هذا المكتب. أيضا ذكرت أستاذ سالم أن الفترة المقررة لاعتماد الدعم ومدى مراعاة ظروف المريض، يعني هنالك يعني فترة زمنية بسيطة جدا للتأكد من باقي من أهلية هذا الطلب ومن ثم تقديم المساعدة. وقياسا أنت إذا تحسبه مع المؤسسات الخيرية، لأنك أنت هني في يعني في الميدان، في يعني يا يسوي العملية يا لا، فلازم تتدخل يعني بسرعة. زين، أنا قبل الفاصل كنت بتكلم على موضوع التطور اللي صار من 2007 لين 2015، يا ترى كم حجم المبالغ اللي تم مساعدة فيها المرضى من خلال مكتبكم؟ ما برجع وايد، خلنا نقول 2014 أو 2015 على حسب الأرقام الموجودة معنا. يعني إحنا إذا حسبنا كإحصائيات من 2013 قول، فنحن يعني في 2013 كان الإحصاء أو المبالغ اللي ساعدنا فيها، لأن ما كان عندنا شراكات يعني، فوصلنا تقريبا مليونين كدعم للمرضى المعسرين يعني بشكل كل التخصصات. جميل. طبعا في 2014 ارتفع المبلغ لتقريبا 4 مليون وشيء، ودعم يعني طبعا أكثر من 45 جنسية عايش على البلاد، ووصل عدد المرضى اللي دعمناهم في حدود 850 مريض. السنة هذه والعام الماضي اللي هو 2014 نحن وصلنا، طبعا نقلة شوية بتكون كبير يعني، وصلنا لحدود 18 مليون كدعم للمرضى، وهذه طبعا نتاج الشراكات مع الجمعيات والمؤسسات هذه. فصار أن برامج نوعية نفذت يعني، وهذه قيمة التكلفة اللي تم تغطيتها من خلال الهيئة أو من خلال البرامج هذه، ما من خلال الهيئة طبعا، نحن نقول من خلال البرامج هذه يعني. ممتاز. يعني هذه البرامج حقيقة برامج مؤثرة، أنا كنت أبغي أسلط الضوء أكثر على المبادرات والبرامج الإنسانية، يعني ذكرت علاج ومساندة ومساعدة وكلها أسماء جميلة جدا. باختصار خل ناخذ فكرة عن كل برنامج على السريع كذا. علاج. علاج طبعا هو البرنامج المشترك مع بيت الخير، وممكن تشوف صناديقه موجودة في كل هذا. نحن طبعا كمكتب يعني ما بدورنا نحط صناديق تبرعات وهذه، فكان برنامج علاج هو المخرج القانوني نحن نقول لدعم الحالات هذه. فكان علاج موجود ممكن في كل المؤسسات أو حتى الكوبونات موجودة بالتعاون يا بيت الخير لتغطية المرضى. مساندة. ومساندة طبعا البرنامج المشترك مع شركات الأدوية، وهذا اللي هو نقلنا نقلة نوعية قوية يعني. يمكن السنة احنا حققنا التارجت مالنا، وصلنا ويا مساندة والبرامج الأخرى يمكن احنا كنا حاطين أن نوصل 50 مليون كدعم نوعي، والحمد لله احنا وصلنا عدينا 50 مليون يعني ما شاء الله السنة يعني كبرامج تنفيذي يعني. مساعدة. مساعدة طبعا هذا البرنامج الأساسي اللي هو لهيئة الصحة اللي احنا أطلقناه في بداية برامجنا يعني اللي هي برامج الدعم يعني. فمساعدة هو النواة الأولى للبرامج هذه يعني إن شاء الله. طيب الآن يعني عندكم أيضا بعض الآفاق الجديدة اللي تسعون من خلال 2016 أنكم أنتم تساهمون فيها، مشاريع جديدة، مبادرات مبتكرة في ضوء الطفرة اللي تشهدها هيئة الصحة بدبي في مختلف المجالات. غدا عندكم الملتقى التطوعي الأول اللي بتنظمه الهيئة، أبغى أعرف شو أهداف هذا الملتقى والمشاركين فيه؟ وطبعا الملتقى أساسا احنا كنا نفكر أن ننشئ أو نطلق فريق للتطوع في هيئة الصحة. نعم. يعني الفكرة بدت في أن إحنا نستضيف المؤسسات اللي هي لها برامج تطوعية في الدولة
وتدعم النشاط التطوعي بشكل عام، تعرض برامجها من خلال الملتقى هذا. كل مؤسسة يمكن لو نشوف التنوع فيها، فإحنا اختارينا تنمية المجتمع كمؤسسة أو هيئة تنمية المجتمع في دبي كهي المظلة الرئيسية للتطوع في حكومة دبي أو في هيئة في دبي، واخترنا تنمية المجتمع الهلال الأحمر كمؤسسة لها نوعية معينة من التطوع أو برامج معينة من التطوع. وطبعا اخترينا برنامج من مؤسسة تنمية الشباب اللي هو البرنامج التطوعي ساند لدعم، يعني له برامج نوعية مختلفة في الإخلاء في التدخل السريع. فهي كل البرامج هاي بتطرح برامجها، من خلالها نحن بنكون فكرة عن التطوع، وطبعا بنفتح سجل التطوع أو برامج التطوع للهيئة يعني. بالضبط، وبتعزز ثقافة التطوع في عند موظفي الهيئة. بس هذا البرنامج هو خاص فقط لموظفي الهيئة؟ ونحن إن شاء الله يعني البداية بتفتح، نحن بنفتح مجال لموظفي الهيئة وخارج موظفي الهيئة، أساس يكون عندك فريق تطوعي في هيئة الصحة من موظفيها ومن غير موظفيها. ممتاز. طيب أنا عندي بعض الاستفسارات عن طريق الرسائل النصية، لكن شدني هذا المسج يقول: السلام عليكم، ابني أحمد 15 سنة لدي بروز عظمي وسط الصدر، راجعنا استشاري عظام قال يحتاج عملية جراحية وطلب صورة سيتي سكان، لا نملك تكاليف ذلك وليس لدينا تأمين صحي. أبو أحمد من الشارجة، الآن شو ممكن يسوي أبو أحمد على أساس أن يستفيد من المكتب إذا كان المكتب يغطي مثل هذه الحالة؟ في هذه الحالة هاي المخارج اللي إحنا يعني أوجدناها، أن مثل الحالات هذه تتواصل مع برنامج علاج من خلال بيت الخير، هم يعملوا لدراسة الحالة وهم إن شاء الله يعني يغطوا له البرنامج هذين. إذن أبو أحمد نحن ندعوك للتواصل مع بيت الخير وطلب المساعدة من خلال برنامج علاج، هذا البرنامج الذي تتعاون فيه هيئة الصحة مع بيت الخير لتقديم المساعدات الخاصة بالمساعدات الصحية أو الخدمات العلاجية في مكتب بيت الخير. طيب أستاذ سالم، الملتقى يعني أنت تحدثت بشكل يعني مفصل عن الملتقى حقيقة، ملتقى التطوع الأول، لكن يا ترى المشاريع اللي ممكن من خلال تشكيل هذا الفريق التطوعي في هيئة الصحة، شو المشاريع اللي ممكن يشاركون فيها المتطوعون؟ احنا اختارينا شعار للملتقى يعني مع الأخوة: لأجلك نسعى. فريق التطوعي هذا بيكون اسمه لأجلك نسعى، طبعا بيكون لأجلك نسعى في دعم البرامج العلاج يعني الأنشطة الموجودة في الهيئة، لأجلك نسعى في مثلا رفع المعاناة عن المرضى، لأجلك نسعى في المشاريع البيئية يعني. فبيكون المشروع يعني فيه احنا عندنا أكثر من أنشطة تختلف يعني، ممكن تكون صحية ممكن تكون غير صحية، وممكن ننفذها يعني من خلال برنامج التطوعي هذا يعني إن شاء الله. طيب أنا نسيت، ما أدري إذا عندكم برنامج اسمه درهم وقاية، في برنامج بهذا الخصوص تعطينا فكرة عنه؟ درهم وقاية إحنا بدينا الفكرة مع طبعا الإدارة السابقة وكان في موافقة بالنسبة لها، أساسا إحنا نطلق يعني مشروع أو برنامج تكافلي للموظفين. فالمشروع بيكون يعني إن شاء الله بنعيد تجديد الفكرة بعد ما طار نقاش مع الأخوة في شؤون الموظفين وبعض التعديلات عليه، فبيطلق إن شاء الله جديد برؤية جديدة يعني، بس بيكون هو داعم لموظفي الهيئة بشكل عام يعني. جميل، يعني هذه بشرة حتى نزفها حق موظفي هيئة الصحة في دبي. حقيقة الحديث لا يمل في هذا المجال، لكن الوقت أدركنا. بس اتفضل. نبغي ندعو الموظفين يعني موظفي الهيئة لحضور الملتقى هذا يعني باكر إن شاء الله الساعة 10 في هيئة في مكتبة الطبية يعني في هيئة الصحة إن شاء الله. طيب
ما أدري يعني آخر سؤال ممكن شوية أسألك عنه أستاذ سالم، ما دام إن عندنا أكثر من دقيقتين، يا ترى ما هي الخطة اللي وضعتوها لاستمرارية الدعم للمرضى؟ وطبعا تعرف نحن بالنسبة للدعم، لأنك أنت عندك برامج كثيرة يعني، فنحن السنة الجاية إن شاء الله يعني أو على 2016 عندنا شراكات جديدة بتكون، عندنا أطلقنا برامج جديدة مثل الكبد الوبائي، وفي أمراض جديدة بتطلق مثل يعني بتكون فيها تغطية، مثل إحنا بدينا ويا التصلب اللويحي ويا اعتلال الشبكية والسرطانات بشكل عام، ففي برامج داع يعني بتكون مع شركات أدوية جديدة أو برامج أدوية جديدة بتكون إن شاء الله من ضمن البرامج الداعمة للمرضى إن شاء الله. طيب نحن نتمنى إن شاء الله من خلال الاستضافات القادمة كذلك منسلط الضوء أكثر على الأنشطة اللي تسوونها، سواء من خلال المكتب أو حتى من خلال المشاريع الأخرى اللي صارت في 2015 وبتصير في 2016. الأستاذ سالم محمد بن لاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع، شاكرين لك تواجدك معنا في الاستوديو والرد على مختلف الاستفسارات، ونتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا يا أخي. إذا مستمعين نذكركم كذلك بأرقام التواصل مع المكتب، مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع بهيئة الصحة، اللي ما لحق يسجله يسجله الحين، 04-219-7474 أو 04-219-7406. هنالك بعض الشروط، بعض المعايير اللي يجب أن يستكملها المستفيد من هذه الخدمات. نتمنى لكم إن شاء الله موفور الصحة والسلامة، وإنكم ما تحتاجون إن شاء الله يعني أي مساعدة في هذا المجال. عموما وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد، والمزيد من المواضيع التي تهمكم مستمعين الكرام في مجال القطاع الصحي والطبي في إمارة دبي، وتسليط الضوء على المزيد كذلك من الأنشطة التي تقوم بها هيئة الصحة، وأيضا ندعوكم للتواصل معنا من خلال مختلف الأرقام التي توفرها هيئة الصحة للتواصل مع الجمهور، وبالتحديد من خلال الرقم 800-342. هذا الرقم الذي يستقبل شكاويكم، يستقبل ملاحظاتكم، يستقبل اقتراحاتكم وكل ما يخص هيئة الصحة على مدار الساعة، يعني 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. عموما نتمنى لكم إن شاء الله موفور الصحة والسعادة والسلامة، وحتى الملتقى في الغد إن شاء الله. تقبلوا تحياتي، أنا محدثكم محمود يوسف، ومن الإخراج الأستاذ عيسى سبيل، وتحيات أسرة الإعداد فريق قسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي، وإلى الملتقى. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.